أدركت رونتك أيها الموتور، فلكم بكل يد دم مهدور. عذبت دماؤكم لشارب علها، وصفت فلا رنق ولا تكدير. ولسانها بك يا ابن أحمد هاتف، أفهكذا تغضي وأنت غيور؟ ما صارم إلا وفي شفراته نحر لآل محمد منحور. أنت الولي لمن بظلم قتلوا، وعلى العدا سلطانك المنصور. ولو انك استوصلت كل قبيلة قتلا فلا سرف ولا تبذير. خذهم فسنة جدكم ما بينهم منسية، وكتابكم مهجور. إن تحتقر قدر العدا فلربما قد قارف الذنب الجليل حقير. أو إنهم صغروا بجنبك همة، فالقوم جرمهم عليك كبير. ماذا صنعوا؟ غصبوا الخلافة من أبيك، وأعلنوا أن النبوة سحرها مأثور، والبضعة الزهراء أمك قد قضى قرح الفؤاد وضلعها. مكسور وأباوا على الحسن الزكي بأن يرى مثواه حيث محمد مقبور. واسأل بيوم الطف سيفك إنه
قد كلم الأبطال فهو خبير. يوم أبوك السبط شمر غيرة للدين لما أنعفاه دثور وقد استغاثت فيه ملة جده لما تداعى بيتها المعمور. ليلة الجمعة ذكرى شهادة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ندب إلى إمامنا صاحب الأمر. يمتى يشع على العوالم نور طيب يمحو الظلم والجار نور الله وحبيب عجل يا سيف الله ويا ركن الديانة جار الدهر واستالت علينا أعدانا كم داب تغضي الضم يا مشكر علانا عجل يا غاث المازمة طالت الغيبة. هذا مو لسان حالك. طالت الغيبة والحشا من اشتعل نار جنك ما تدري صار يوم الهجمة والدور ضربة وعصرة وانبتوا بالصدور مسمار ولطمة العين أعظام يا أبو صالح مصيبة. ماتت نحيلة جدتك الزهرة ماتت نحيلة عقب ما كسرى وضلعها غدر حقها ومن فداك الأول منعها نخت خطبت بهم ومحت سمعها متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيب كل الجرى تدري شعدد من مصايب من غصب حيدر للطفوف ام النوايب والشيع قلبه بحزن متفتت وذايب يجذب الحسرة وينتخي وما حد يجيب تنسى يا ابو صالح ابوك حسين من طاح انقطع وتلاقى فوه بزان ورمح ويجمعوا على خيام الأعاد وبن
بن سعد صاح هجموا على حريمان ذبح ليث الحريب زلزل الكوفة وكربلاء وانسف الشامة وانشد عن الوقفة بدروازة الساعة وقل الفرات حسين يماك بالعطش مات ما يكل خليها بعد ما يجري صبيب وانت ابن فايز وش عندك ندبة الى الامام عجل ولا تنسى غريب الغاضري والجثة اللي رضضتها والحرة اللي طبت المجلس ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب نتقدم بأحر التعازي إلى إمامنا صاحب الأمر بذكرى شهادة أبيه الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعظم لنا الأجر والثواب بمصيبتنا في أهل بيت نبينا وألا يفرق بيننا وبينهم في الدنيا والآخرة. قال المحدث القمي أعلى الله مقامه للإمام أبي الحسن علي بن محمد الهادي سلام الله عليه 5 أولاد ذكورا وإناثا وهم الحسن والحسين ومحمد وجعفر وبنت واحدة اسمها علية. الحسين كان من العباد الزهاد تعبر بعض الروايات عنه وعن أخيه الحسن بالسبطين تشبيها لهما بسبطي رسول الله صلى الله عليه وآله الحسن والحسين عليهما السلام. وقيل إن صوت الإمام الحجة يشبه صوت عمه الحسين والمعروف أن قبره بجوار قبر أبيه وأخيه بسر مرة. محمد وأكبر ولد أبيه كان جليل القدر عظيم الشأن يكفي في فضله أن شروط الإمامة قد توفرت فيه. قال الشيخ الطوسي أعلى الله مقامه يروي عن جماعة من بني هاشم حضروا مجلس أبي الحسن الهادي يعزونه في ولده محمد يوم أن مات وقدر عددهم 150 رجلا سوى مواليه وسائر الناس
قال الإمام الهادي لابنه الحسن: يا بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. قال: الحمد لله رب العالمين، إياه نشكر نعمه علينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الراوي: فعلمنا أنه قد أشار إليه بالإمامة، وكان عمر الحسن عليه السلام آنذاك 20 سنة. قال المسعودي: لما خرج الإمام الهادي إلى العراق كان معه زوجته سليل، ولده الحسن العسكري وعمره 4 سنوات. بقي محمد بالمدينة، ثم التحق بأبيه، مكث مدة بسر من رأى، ثم عزم على الرجوع إلى المدينة لما وصل إلى بلد وهي على مقربة من سامراء، مرض مرضا شديدا فمات. تولى تجهيزه والصلاة عليه أبوه، له مزار يأمه المؤمنون ويتوسلون به إلى الله عز وجل في قضاء الحاجات. جعفر وردت روايات كثيرة في ذمه، لقب بالكذاب لأنه ادعى الإمامة بغير حق فأغوى الناس. وروي لما توفي أبو محمد عليه السلام وقسم ميراثه، دخل جعفر على عبد الله ابن خاقان وزير الخليفة وطلب من عنده أن يجعل إله مرتبة أخوه. قال له: يا أحمق، إن السلطان قد شهر سيفه وسوطه على كل من ادعى إمامة أبيك وأخيك حتى يردهم عن ذلك، فلم يقدر. فإن كنت إماما عند شيعة أبيك وأخيك فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم. وطرد ولم يأذن له بالدخول عليه بعد ذلك. مات جعفر 271 للهجرة وعمره 45 سنة. وأما الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه، ولد بالمدينة في 8 أو 10 من شهر ربيع الآخر 232 للهجرة. أمه السيدة الفاضلة حديث أو سليل، يقال لها الجد، كانت في بلدها من الأشراف. لما أدخلت على أبي الحسن الهادي عليه السلام قال في حقها: سليل مسلولة من الآفات والعاهات والأرجاس والأنجاس. كانت مفزع الشيعة بعد وفاة الإمام، يرجعون إلها في مسائل الحلال والحرام. كنيته أبو محمد أشهر ألقابه الزكي، ولقب بالعسكري نسبة إلى المحلة التي سكنها في سامراء. من أهم الأدوار التي مارسها في حياته سلام الله عليه التمهيد لغيبة ولده الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. التمهيد للغيبة أعزائي كانت قضية حرجة للغاية، لأنها حادث لا نظير له في تاريخ التشيع، في تاريخ الأمة، في تاريخ الإسلام. والناس قد اعتادوا على المعرفة الحسية، من الصعب على هذا الإنسان الذي اعتاد على المعرفة الحسية أن يتجاوز إلى تفكير أوسع وأعمق.
بالنسبة إلى الروايات الواردة عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والتي بشرت بالمهدي ودولته العالمية الإصلاحية، قد مهدت الطريق لتقبل أصل الفكر. أما المهمة الملقاة على عاتق أبي محمد عليه السلام هي هذه: كيف يقنع الناس بقرب زمن الغيبة وأنها متمثلة في ولده المهدي عليه السلام؟ هناك فرق بين أن يعتقد الفرد بالغيب ولكنه سوف يتحقق في المستقبل، وبين أن يعتقد بالغيب مع تحققه في الوقت القريب. هناك فرق بين الحالتين. خليني أقرب إليك المطلب بهذا المثال. كلنا نعتقد بيوم القيامة وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، لكن لو أخبرنا من نثق به بقرب الساعة، يقول مثلا باكر تقوم القيامة، هذا الأمر يتطلب من عندنا أن نحشد كل القوى الإيمانية الروحية النفسية الفكرية حتى نصل إلى ماذا؟ إلى مرحلة التصديق. هذه الحقيقة النفسية كانت تلح على إمامنا الحسن العسكري سلام الله عليه أن يهيئ أذهان أتباعه وشيعته لاستقبال زمن الغيبة دون هزة عنيفة، ويجب أن نأخذ بعين الاعتبار الظروف المحيطة به سلام الله عليه. العباسيون ضيقوا عليه الخناق، فرضوا عليه الإقامة الجبرية، يعني شنو؟ يراقبون كل تحركاته ونشاطاته ومن يدخل عليه، وأنهم يعتبرون ثورة الإمام المهدي سلام الله عليه تستهدف عروشهم، سوف يقفون لها بالمرصاد ويحاربونها بشتى الطرق والأساليب، وهذا ما حدث بالفعل. بعد وفاة الإمام الحسن العسكري سلام الله عليه مباشرة قاموا بمداهمة داره، يريدون بحثا عن الخلف، وهذولا يعلمون يقينا بأن الإمامة من أهل هذا البيت وفي 12 إمام، وإلا بما نفسر هذا؟ ما دام أن الإمام الحسن العسكري عليه السلام قد مات، يعني الإمام الثاني عشر شنو؟ قد ولد، أو أنه على الأقل حمل في بطن أمه. ألقوا القبض على والدته، سألوها عنه أنكرته، بعد ذلك ادعت أنها حامل لتوهمهم، خلوها بين نساء المعتمد والموفق ونساء القاضي ابن أبي الشوارب، ظلت عندهم سنتين. ليش سنتين؟ أقصى مدة الحمل 9 أشهر، باعتبار أن بعض المذاهب لا ترى مانعا في أن يمتد الحمل 2 أو حتى 5 سنوات، لا مشكلة. ثم انشغلوا بالحروب، الدولة العباسية ضعفت، صارت أداة في أيدي الأتراك، يولون يعزلون من يريدون، فأطلقوا سراحا. فإذا أخذنا بعين الاعتبار تلك الظروف الحرجة القاسية،
المحيطة بإمامنا سلام الله عليه، ندرك بأن مسألة التمهيد للغيبة مو مسألة عادية. الإمام سلام الله عليه مهد للغيبة بعدة أساليب. أولا حجب ولده المهدي عن عامة الناس إلا عن الخاصة الذين يقدرون حراجة الموقف. حتى الخادم في بيت الإمام ما كان يعرف عن ولادته سلام الله عليه، وكل من اطلع بهذا الأمر كان يلزمه بالكتمان. يكتب رسالة الإمام الحسن العسكري إلى أحد أصحابه يقال له أحمد ابن إسحاق، يقول لقد ولد لنا مولود فليكن عندك مستورا وعن جميع الناس مكتوما. وما يصرح باسمه، يؤكد على عدم التصريح باسمه، يكفي بالقول لشيعته هذا صاحبكم. عثمان بن سعيد العمري إذا سأل أحد عن اسم الخلف سلام الله عليه يقول لإياك أن تسأل عن هذا، ما إلك شغل، لا تسأل. لعل أوسع إعلان قام به العسكري عن ولادة ابنه المهدي قبيل وفاته لبضعة أيام، كان مجلسه غاصا بأربعين من ثقاته من بينهم محمد ابن عثمان ومحمد ابن أيوب ومعاوية ابن حكيم. أحضره قال لهم تعرفون هذا من؟ هذا صاحبكم بعدي، خليفتي عليكم، وهو القائم الذي تمد إليه الأعناق بالانتظار. إذا ملئت الأرض ظلما وجورا خرج فملأها قسطا وعدلا. ثانيا قام بتوعية الشيعة، عملية التثقيف، كل شوية يصدر بياناته حول هذا الأمر، حول هذا الموضوع. تارة يعرض صفات المهدي سلام الله عليه بعد قيامه في دولته كجوابه عن سؤال أحد أصحابه لما أن سأله عن ذلك، فقال سلام الله عليه إذا قام المهدي قضى بعلمه كقضاء داود لا يسأل البينة. هذه من خصائصه سلام الله عليه، من خصائص صاحب الأمر، يقضي بعلمه ما يحتاج إلى شهود إلى بين. وتارة ينتقد الأوضاع العامة القائمة المنحرفة الانحراف بجميع صوره وأشكاله، ويقرن ذلك بدولة الإمام الإصلاحية. وتارة يؤكد على التعاطي مع فكرة الغيبة من الناحية النفسية والاجتماعية، وأن أفضل الأعمال هو انتظار الفرج. ويريد يقول لنا بأن انتظار الفرج ليس أمل بحت، نخلي أيادينا على خدودنا ونكتفي بالدعاء أن الله سبحانه وتعالى يعجل لصاحب الأمر الفرج. عمل كل واحد يتحمل مسؤولية تجاه نفسه وتجاه الآخرين، كالذي ينتظر طلوع الشمس حتى يخرج إلى العمل يأخذ إهبته واستعداده. يكتب كتابا إلى ابن بابويه الإمام العسكري، يقول عليك بالصبر وانتظار الفرج
قال النبي صلى الله عليه وآله: أفضل أعمال أمتي انتظار الفرج، ولا يزال شيعتنا في حزن حتى يظهر ولدي المهدي الذي بشر به رسول الله صلى الله عليه وآله. يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. فاصبر يا شيخي يا أبا الحسن علي، وأمر جميع شيعتنا بالصبر، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. طالت الدنيا أم قصرت، سنة إلهية لا بد وأن تتحقق في يوم من الأيام. مقاليد الأمور في نهاية المطاف راح تكون بيد قادة إلهي، ويتحقق على يده سلام الله عليه حلم الأنبياء. ثالثا، احتجب بنفسه عن الناس. الإمام العسكري ويتصل بشيعته عن طريق المكاتبات، المراسلات، التوقيعات، يمهد إلى نفس الأسلوب الذي سوف يسير عليه ولده المهدي في غيبته الصغرى، واللي امتدت أكثر من 70 سنة. قد يبدو الأمر غريبا مفاجئا لو كان دون مقدمات. الشيعة إذا رادوا شيء من الإمام يسألون وكلاءه نواب، يحملون الحقوق الشرعية مع عثمان ابن سعيد العمري الملقب بالسمار، كان يتجر بالسمن تغطية لنشاطه، يضع الأموال في جراب السمن وزقاقه، يوديها إلى الإمام العسكري سلام الله عليه بعيدا عن أعين الحكومة العباسية، لأنهم إذا علموا بتلك الأموال يصادرونه. عاش إمامنا سلام الله عليه 28 وقيل 29 سنة. عاصر 4 من الخلفاء العباسيين: المستعين والمعتز والمهتدي والمعتمد. تجرع بأبي هو وأمي الغصص والآلام، خصوصا في عهد المعتمد، كان ينقل من حبس إلى حبس. حبس عند صالح ابن وصيف، دخل عليه العباسيون، أمروه أن يضيق عليه، قال: ما أصنع به، وكلت به رجلين شرما قدرت عليه. صار في العبادة في أمر عظيم، أحضرهما قالوا: ما شأنكما في أمر هذا الرجل؟ قالوا: ما نصنع برجل يصوم نهاره ويقوم ليله ولا يتشاغل بغير العبادة، إذا نظر إلينا ارتعدت فرائصنا ودخلنا منه ما لا نملكه من أنفسنا. طلعوا ودوه، حبسوه عند علي بن أوقاش، وكان فظا غليظ القلب، ظل عنده يوم واحد مو أكثر، تغيرت فكرته وعقيدته ومفاهيمه عن أهل البيت، تبدل حاله، إلى أن حبس عند نحرير زنديق كان شديد العداوة لأهل هذا البيت. إيش سوى بإمامنا أبي محمد؟ ضيق عليه الحبس. قالت له زوجته: اتق الله في هذا الرجل، فإنك لا تعلم من في دارك، وإني متخوفة عليك منه. وذكرت له صلاحه وعبادته، فغضب، قال: والله لأرمينه بين السباع. استأذن الخليفة في ذلك، أذن له، رموه بين الأسود الضارية وهم لا يشكون في أكلها إياه، أشرفوا عليه وإذا به قائم يصلي والسباع تلوذ به،
ظل 3 أيام على تلك الحال، خاف اللعين الفتنة، دخل ليخرجه، فانقضت السباع عليه، مزقته وأكلته، عجل الله بروحه إلى النار، ولم يزل في الشدة والمحنة إلى أن سقي السم، فرمى بنفسه على الفراش يمد يمينا ويقبض شمالا. أمر المعتمد بعض المتطببين بالاختلاف إليه وأن يتعاهدوه صباحا ومساء. لما كانت الليلة التي قبض فيها، في مثل هذه الليلة شافوا إمامنا قد اشتد به المرض وقد ذبوه، يغشى عليه ساعة بعد ساعة، فعلموا أن الموت قد قرب منه، طلعوا من عنده، فلم يبق معه إلا جاريته صقيل وولده الحجة وعقيد الخادم. أمر أن يغلى له ماء بالمصطكي أعشاب، جيء به إليه هم ليشرب، جعل القدح يضرب ثناياه من شدة الضعف. قال لعقيد: ادخل البيت تجد صبيا ساجدا فأتني به. دخل على إمامنا الحجة، شاف ساجد رافع سبابته نحو السماء. قال: سيدي يدعوك. جاءت إليه أمه، أخذت بيده، أقبلت به إلى أبيه. قال: يا سيد أهل بيته، اسقني الماء. متصور وياي؟ تناول الإمام الحج، عمره كم؟ 5 سنوات. تناول القدح بيد وحرك شفتي أبيه باليد الأخرى وسقاه الماء، ثم قال: هيئوني للصلاة. وضع منديلا في حجره، وضأه واحدة، مسح على رأسه وقدميه، وصلى إمامنا صلاة الغداء، صلاة الفجر، في فراشه، يعني من جلوس. ثم أقبل على الإمام الحجة، قال: ابشر يا بني، أنت صاحب الزمان، أنت المهدي، أنت حجة الله، بشر بك جدك رسول الله، وسماك وكنا وجعل يصيب وصايا. وهنا عاد حالة وداع، الإمام الحجة يودع أباه، والإمام العسكري يودع ولده. أهل الإمام العسكري الليلة بمصيبة. قلوبنا بسامرة، الله يرزقنا وإياكم الوصول. أهل الإمام العسكري الليلة مصيبة، حايط يمه وكل من يطوح نحيبه، ونرجس تنادي يا زعيم الطالبين، قلبي شعبته بكثر لاعاتك، ولو نين وهذا ابنك القايم بصفك يهمل العين، وعن حالتك ينشد بحسرة ولا تجيب، هذا عزيزك وابنك التفديه بالروح، والجان يشفي له حضر من قلبك جروح، يمك ينوح وحتى ما تسكته ما
من النوح لهالحجر خصته وانقطع منك نصيبه. انظر إلى حاله يكسر الخاطور. شوف يون الونتك ويجر حسرا وكل ما تونت تكسر بصدره العبرة يكسر الخاطر يلطم بإيده على صدره ولا حد يسكن راعته ويرحم نحيبه. قالها يا نرجس الله يرحم السيد محمد صالح العدنان. قالها يا نرجس لو دريتي بقلبي صار من كثر نفث الدم والسم الشعل نار ما كان لمتوني على تشتيت الأفكار ولا كان قلت مال قلبي عن حبيب. تدرين ذبني ومهجتي وبهجة فادي لكن حرارة سمي انستني أولادي ونفث الدموم النقص الشربي وزادي نحل عظامي وزيد بقلبي لهيب. ما قصر بي العدا في شرب الهموم تقضت أيامي في السجن يوما بعد يوم رد على كبدي قطعوها بحر السموم وأظن أيام الأجل مني قريب. وين التفت يم الولد وانا اصالي سمين سم قلبي وسم ضيعت عيالي واشوفكم بعدي يتامى بغير والي في دار غربة والأهل بديار طيب. صاحت يعزنا إن شاء الله تقوم بسلام ترجع ابنا طيبة ولا نرجع يتامى. قال هستعدي وانقطع عنها كلام. صاحت يا ويلي راح عز منين اجيب بعدك يا عزي من يساعد سر الوجود وياه اللي بينا للمدينة عقبك يعود. يا ليت قبلك غيبتني كان للحود ولا ظل بعدك
من عدوانك غريب. أجركم الله. روى العلامة المجلسي عن أبي الأديان قال: كنت أخدم الحسن العسكري أحمل كتبه إلى الأمصار، دخلت عليه في علتي التي توفي فيها، كتب معي كتبا وقال: تمضي بها إلى المدائن فإنك ستغيب 15 يوما وتدخل سر من رأى يوم 15، فإنك تسمع الواعية في داري وتجدني على المغتسل. قلت: سيدي إذا كان ذلك فمن الإمام والحجة؟ قال: من طالبك بجوابات كتبي فهو القائم بعدي. قلت: زدني. قال: من يصلي علي فهو القائم بعدي. قلت: زدني. قال: من أخبر بما في الهميان فهو القائم بعدي. ثم منعتني هيبته أن أسأله ما في الهميان. خرجت بالكتب إلى المدائن، أخذت جواباتها، دخلت سر من رأى بعد 15 يوما كما قال، وإذا الواعية في داره والمنادي ينادي: لقد مات العسكري. أيوا إماما يقول. وإذا أنا بجعفر أخيه بباب الدار، والشيعة يعزونه ويهنونه، فقلت في نفسي: إن كان هذا الإمام فقد مالت الإمامة، حيث أعرفه بشرب النبيذ وكان يلعب بالطنبور. تقدمت، عزيت وهنأت، فلم يسألني عن شيء. خرج الخادم، قال له: سيدي لقد كفنا أخوك فقم للصلاة عليه. دخل جعفر والشيعة من خلفه، وإذا بالعسكري على نعشه مكفايا. أنا من مناد وإماما. فتقدم جعفر للصلاة عليه، فلما هم بالتكبير خرج صبي بوجهه سمرة وبشعره قطاط وبأسنانه تفليج، جذب رداء جعفر وقال: تأخر يا عم، فأنا أحق بالصلاة على أبي. فتأخر جعفر وقد اربد وجهه. صلى الصبي عليه، ثم شيع إلى مثواه الأخير، ودفن إلى جنب قبر أبيه الإمام الهادي. وأقبل الصبي علي وقال: يا بصري، هات جوابات الكتب، هات جوابات الكتب التي معك. دفعتها إليه وقلت في نفسي: هذه 2، بقي الهميان. أقبل نفر من قم يسألون عن العسكري، فقيل لهم: عظم الله لكم الأجر في إمامكم، فقد قضى نحبه شهيدا. فسألوا عن الخلف، عن الحجة، عن الخليفة، فأشاروا إلى جعفر، سلموا عليه، عزوه وهنوه، وقالوا: معنا كتب ومال، أخبرنا ممن الكتب وكم المال.
فقام ينفض أثوابه وهو يقول يريدون منا أن نعلم الغيب. خرج الخادم وقال معكم كتب فلان وفلان وهميان فيه 1000 دينار 10 دنانير منها مطلية. فدفعوا الكتب والمال إليه وقالوا من وجه بك إلى هذا؟ فهو الإمام: أيها المؤمنون، مصيبة الشيعة من جهتين، وفاة إمام وغيبة إمام آخر. سيدي يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت ليالي الانتظار، فهل يا ابن الزكي لليل الانتظار غدا؟ يا ابو صالح عداك العتب ولا يا تظل صابر على اخذ الثار لليوم؟ يا هل من هلك ما راح مظلوم؟ لو مذبوح لو مجتول بالسام